السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كالعاده وكما عودناكم، جاونا بزاف لي ميساج على المساكن للكراء والبيع. اليوم نقترح عليكم مسكن للبيع، وخطره خطره نجيب لكم اي مسكن للكراء ولا للبيع ولا هكا، باش نقدروا نتواصلوا مع بعضنا ونساعدوا بعضنا البعض. شوفوا معنا، نبداو على بركه الله. مسكن للبيع بحي والطلبه مقابل طريق جديده اللي خدموها، هذا في الدخل نتاع والطلبه بركه، عنده اسباس قدامه هكا شابه. ايضا هذا المسكن متكون من ريتشوسي والطابق الاول كما تلاحظون. نحاولوا ندخلوا لداخل الى المسكن هذا وندوا بعض الانطباعات، شكاين الداخل وش ما كاش على الغرف اللي كاين فيه. ندخلوا كالعاده نلقاو الكولوار، في الدخله نلقاو ديريكت الصالون تاعهم متكونه من غرفتين. كان الغرفة الأولى قدامكم يا خوتي. نحتذر ما نقدروش نصوروا كامل الغرف واش فيها وماش فيهاش، لأنه السكن هذا راه مساكنينو ونحترم البيوت. نصور لكم غير تحت هكا ونخبركم شحال كاين من الغرفة. إذا الغرفة الثانية هذيك الكوزينة عندهم أيضا لي سانيتير تحت. نطلعوا إلى الطابق الأول، أنا طالعين مع الدرج، نروحوا نشوفوا شا كاين في الطابق الأول. هنايا كاين كوزينة، وهنايا ندخلوا، هنايا راهي دايرين لا دال دو سول، دايرين الفايونس، ولكن خص لا فينيسيون الفوق كيما البنتوره بركه. هذا اول كبير البهو كيما نقولوا، عندهم شومبر هنايا خصها الكالاج. نروحوا ايضا هاي لا شومبر الثانيه هنايا، نصور لكم تحت اخوتي باش ما نشوفوش الفوق، نحترم البيوت. هنايا خصها بنتوره بركه، فو بلون فو راه واجد. هاي شومبرا وخد اخرى، غرفه اخرى. هذا هنا لي سانيتير، ما نصوروش كل شيء. نزيدو نطلعوا الى الطابق الثاني. الطابق الثاني انا طالعين مع الدروج، ولكن ما كاش الفوق، ما مش دايرين والو، كاين غير لي بيلي بركه، لي بوطو كيما نقولوا. نروحو نشوفو المسكن هذا وين يطل. المسكن هذا هاي الطريق الجديده اللي قلتكم عليها، هذا الفيرما تاع المتيجي، فيرما تاع ولد خيره، هذا راه جاي ديريكت في الدخله الجديده اللي خدموه اون باس ليها. اتصلوا بالرقم التالي.